كريمه طازجه. الكميه هي اختياري، انا عملت 1 كوب. هذه المعلومات تبعت الكريمه على حراره متوسطه او على نار متوسطه 10 دقائق. بعد 10 دقائق نوضع بديل السكر. النوعيه والكميه هي اختياري، انا عملت 1 كوب كريمه على 2 معلقه بديل السكر، ممكن ما نوضعه، هذا هو اختياري. نوضع فانيلا سائلة بدون سكر، أيضا هي اختياري، يعني فقط 10 دقائق على حرارة متوسطة. نسكبها، نتركها تبرد قبل ما نوضع الغطاء. مثل ما انتم شايفين الصلاحية تبعتها في الثلاجة مدة أسبوع، بالمجمد 3 شهور. في أمان الله، انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم.